واللجان اللي هي موجوده فيه انها ليها دور على مستوى السياسات وليها دور على المستوى انها تساعد الاسر او تساعد الاطفال، لكن القانون ما ادهاش اي صلاحيات على ارض الواقع. فبالتالي هي دورها مجرد دور نظري فقط لا غير، مجرد بس ان هم بيرصدوا وبيعملوا تقاليد، لكن الحقيقه ما واقعيا ما فيش اي حمايه للاطفال المعرضين للخطر على ارض الواقع. في بعض الاسر حتى على المستوى القانوني بتكون حريصه انها تجيب حق بناتها، وفي بعض الاسر نتيجه من يعني ضغوط المجتمع عليها خصوصا لو كانت جايه من القرايب ما بتقدرش ان هي تكمل، العيلة بتضغط، وطبعا فكرة سمعة البنت، ولما تكبر تعرفي تجوزيها وانت هتحبسي مثلا عمها، هتحبسي اخوها، سمعة العيلة الى اخره، كل الكلام العظيم اللي بيتقال دوت. فهي حتى يا اما ما بتكملش بشكل قانوني، يا اما ان هي لو كملت بشكل قانوني ف واقعيا ما بتقدرش انها تعمل دعم نفسي بسبب الظروف الاقتصاديه، او بسبب انه هي مش مؤمنه اصلا باهميه الدعم النفسي، يعني مش فاهمه اهميته، هي فاكراه مجرد شيء ثانوي يعني. واخد بالك بكره البنت هتكبر وتنسى الحادثه اللي حصلت لها وبتاع، و ما بتبقاش واخده بالها ان دوت هيترسخ جواها، وان هي عمرها ما هتنسى، انها حتى لو نسيت ظاهريا هتفضل الموضوع ده جوه عقلها الصغير.